تبع حزب العرب يا فندم مدينه ناصر. احنا قاعدين في الزباله والتراب والقرف والعقارب، مش مغصوبين بقالي 30 سنه هنا. لو طلعنا ما احنا عارفين نعيش، لو كلنا بالحلال ما عارفين نعيش، بلدنا ذات نفسها مش عارفين نعيش، كان نروح نعيش فين؟ قولوا لنا نروح فين؟ وعايز زي ده لقيته مستخبي تحت السرير، طلقته بالعافيه. احنا دلوقتي احنا عايزين اي حاجه نقعد فيها، سيبونا حتى نقعد في العشش، مش بلاش شقق، لا سيبونا حتى قاعدين بالعشش. بيتنا اتخرب، مش عارفين نعمل ايه، ابني دوت طلعوه من تحت السرير، من تحت السرير فطسان، الحكومه قاعده تضرب في ولادي، دب 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 الولد استخبى تحت السرير، طلعناه فطسان. احنا دلوقتي كده قاعدين على الارض ديت كده، انا يعني انا لو انا معايا فلوس انا هروح اسكن. مستحملين الغلب ده كلاته عشان ايه؟ عشان نشوف لقمة العيش، عشان نعز البني ادمين ما عاش، لكن احنا كده ميتين بالحي. عدوا بيتنا علينا وعلى ولادي، ومعايا اتنين دلوقتي انا وجوزي مرميين في قلب الشارع ومش عارفين نعمل ايه. جم هدونا مره واحده قالوا ارض الدوله، ارض دوله، كل دي ارض دوله. ليه علينا احنا الناس الغلبانه؟ بقالنا اربع ايام مرميين في الشارع من يوم الحد، لا عارفين ناكل عيالنا ولا عارفين نشطفهم ولا عارفين نشطف. مش عارفه انام عيالي، مش عارفه اكلهم، مش عارفة ازيهم بقى مية، مش عارفة اعمل ايه. الحكومة اللي احنا بنقول ده بتحمينا، هي دي كده بتحمينا، دي بتأذينا، دي بعدلتني. هروح فين طيب؟ هروح فين؟ ناس غلابة لو معاها 1000 جنيه تدفعها في الشقة هيسكنوا، لو معاها 800 جنيه يعرفوا الشقة مش هيبهدلوا عيالهم ويحرفوا الزبالة كده، هيجيبوا منين؟ احنا كده قوتي مرميين في الشارع، قدلنا 8 سنين واحنا مرميين في الشارع بعيالنا. المسؤول يعمل كده بدل ما تقفوا جنبينا تبهدلونا؟ ده يرضيكم؟ لو انتوا يرضيكم تاكلوا في الاطباق ديت احنا بناكل فيها، لو يرضيكم الاطفال زي كده تاكل في الاطباق ده هيا، انتوا يرضيكم يرضيكم طفل زي كده يترمي في الشارع؟ احنا عايزين نقعد، معناش نجيب بره. انا واحده بقبض معاش 330 جنيه اسكن فيه زي وابني اللي واقف ده عيله صغير ده. هذا غدر 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 ولدي وغدر ناس مني وضربوني. مش عندنا أكل ومش هناكل، مش عندنا أكل خالص. عايزة بيت تقف فيه عشان ستي مش عايزة، مش عندها بيت.